أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين قيوم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. ماشا إن شاء الله تعالى وحنكب الله بينا كتاب كان ليلة دو أربعين كتاب كان أربعين مصنف كإسكالة وإمام النووي ننكي لأورنجري يحيى بن الشرف النووي أيا إسكالة كتابك وحال لغة المامائن وها قطب زمانه وفريد عصره وأوانه. إمام النووي وحو أهابا لير قطب زمانه زمن كيسي ننك قطبك أيو أهاوة قطب والسيد ننك وهو ضدك أغو يعني أغو فضل بغن باليرادا وفريد عصره وأوانه وقت كيسي وجوغي نين آدو عجائب بغن بوهاوة محي الدين بالغو مقعابي محي الدين يحيى بن الشرف بالي ده محام محي الدين لوغو مقعابي لقب كان لوغو بحية ولكونه حرر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. إمام الشافعي مذهب كيسي ننكي تحريري بوها محرر المذهب بوها نكا نووي نوالي هذا والله نسبيا لأنه ولد بنوى ما يشأن أول إلى هذا قرية من قرى دمشق وقال أن دمشق إلى هذا عاصمة ذلك سيريا يعني قرية كترسن سيريا كترسن ودلك يعني أيا وحال إلى هذا النوى قرية ذا سمرك كل شيء قرية النوى ودفين فيها أيضا أمبال لقدوا بي مركز دمنا مركو دمنا يهالكي بقرد انتهي لقدوا بي وكان موليده في المحرم بيش المحرم اللي يرادا أيو رشاي وبيش هذا أنكو جرينا يسير دمانا يسو سنة كهجري أول كيسا أيو رشاي سنة 630 والي وقيل 31 والي لحب قل صدن كبو رشاي أما صدن يكوكي وقرنق التضوات أيو أها مركا إمام النووي مرحبا قرنق التضوات بوها وكان وحوها إمام النووي شديد الورع والزهد نين يعني ورع نمدي سئي حلال ميرت كي سؤاد ودرن يهيب وها زهد كي سأدو يدا وكتغي وحبقو سكف لينين آد بي ودرن يدوا صابرا بوها نين كصبري على خشونة العيش نولش أذك إيا فقر أدو يدا آد بي وصبر جري إمام النووي وعدنا كمالهين تاركا بوها نين كتغي بوها لجميع ملاذ الدنيا الدنيا معان كيدو نم بوها سكتغي وكان وحوها لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء هبين إيا مالك أفر إلا واتن كاسع هل مره وحون جري بعد العشاء صلاة عشاء مركز كده بس ولا يشرب مع بجر بيو إلا شربة واحدة عند الصحر بيانو هل مره عبجري وأرورتي أول
ولم يجمع موسى كل من بين إدامين ولقيس لبقى صار اسكمون درسانيوه لبقى شيء كلا دوان وحلقوني كرأو يعني لسكو كوصار ايو ولقي معوني حتى مركو وحبرني عنتذا مقالة معوني جرين يعني قرقى بهس وحيرو اللوغة كينا يلوغة سو دري جري ومعوني جرين اسكي لالين جري وحان حيالي وحرامتي يا شبهاتك يا وحاسا اسكب بضنو يعني وحو هببو يانا مسعوني جرينوه وله رضي الله عنه إمام النووي وحا أصوناتي كرامات كثيرة كراموين فرب ذنبولها منها وحا كمد كرامات كيسي أن سبابة يده اليسرى قعنت بذي حفرتا سبابة الليلاد أضاءد له ويوفتي حين فقد وقت التصنيف ما يسرجه مركو كتبت قرية وحسنفي وحو دارتو أما فينوسا أما الشمعة أما اللامبضة وحل الشتاء مركو وايه وحكو افتيميو فرتاس بدحا يعني سوابة داسا او افتينتيو فرقاسو سيدا اوها يا وحكو قرية ساس وحكو دي انجير هبين كورنا وحكو قرية فرتانا يعني سيدي يعني توشو كلا أما كسي افتين بضن بيقول نغطي مركاسو وحكو قرية ومنها كرامات كيسي وحاكم دا أنه كان من أصحاب الخضوة تدك أهل خضوها اللي يرادو أيو كم ذهاب لي فكان يذهب إلى مكة ليلا ويضوف ويرجع أبين كيبو مكة انتو تقو صوت دواف كعبال أيو سول لابن جريبال أهلو خضوة هايو تدك أهلو خضوة ها تدك إلهي كرامة دو سيور نوكو رمب ديون هل تاك عمل ونغن يون واشتهر يعني وحا آد يعني علماء وويل لو قول يا مشهور هيد أن الخضر عليه السلام كان يجتمع به خضر باب لك المجريب مركز توارك ولما مريض مركو حنون صدي مرض الموت حنون كي اوكود لمن دوني اشتهى وحو اشتهي اتفاح بالك ان تفاح اللي داده القدارتا ايو اشتهي وحو دمعي حبت تفاحا ايو يعني قفكو مركو حنون صدي هين دي يعني وحو دوني وحو امبو مرس كجعلاني مركا تفاح ايو اشتهي فجيء له والله كاني به تفاحي فلم يأكله وسكده يهدن ما دام الدنيا وحو كجعلاني ايتاي وشهوة الدنيا ايتاي وجعلاني وان ربابو يري مركي لو كينين وحو يري قده واس كده فلما مات مركو لنتي رآه وحا أركي بعض أهله ذاتك أهل كيساها يقرابة ديساها قار كم إذا أيا أركي كريوني فقال له وحو يري ما فعل الله بك بل ورن إلهي محوكو بسمي مركا دم فقال وحو يري إمام النووي أكرم النزولي إلهي مرتقات كي يسو دوينتي إذا سفي عن بؤو ناجي وتقبل عملي عمل كيجين إلهي وأقبلي هو أول قرائي مرتقات كي كوبادي اللي يقول بالله جاءني إلهي وإيكينينا بتفاحي بأهد تفاحي إنتان جعل هذا هدنا إلهي درتي أن سكد دائي شاوة الدنيا ده هدون سكد دائي تيبا أبوه الرسارة وحا اللي يقول مرتقات هو حالي واحد شاوة يعني الدنوية هداد جعل نفط هذا وجعشا إلهي درتي هذا وقتكتو وحقا في عانو بالقوق بدلي وكانت وفاته وفات كيس وحاه في الرجب بس الرجب ليلة يود انتي سنة 76 لحبقل تضواتا يلحد يود انتي وعمره نحو 46 سنة أفرتا يلحسن جري رحمه الله تعالى إمام النووي يعني سنة أرتي مشهور كوها انت أرتي كتب قري أو فني ونوحك قرين أسجن فني ونغضب فقه وقري عاديثك قري يعني تصوفك وقري يعني فني ونوح كقر ويريا نينك أسقى يعني أفرتني اللي حسنا يجريه هاي ولقينا مقرسني نما منو زاهد بوها الدنيا أم بو أخي يعني الدنيا ربما واسقت لي دين تخد مدى هذا بس أم بو كجريه إلهي نواد دورتي سبحانه وتعالى مركا نينك آياء اسكالها كتاب كان 40 كالليل هذا شيخ مركو بالله بي كتاب كيسي وحو يري مركا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كيسي وحو كفر فرطي بسنك أيو قب الله بي اقتداء بالقرآن العزيز أصغى قرآن كعزيز كأقود ديني وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أصغى كعمل فلي حديث كاس قرآن ك يعني وحسيدة صورة وحو يبسنك صورة كستو بسنك اللغو بالله بي إلا صورة التوبة ميان قرآن كوردن بسنك اللغو بالله بي سورة التوبة يعني بسنك واحد اللغو الرئيبي
أقوال هي تفاسير با كجرتوي تفاسير تا كجرتوي حاكم ذا إن يعني سورة الأنفال هي سورة التوبة هل سورة بيسكويهين ومركا سورة ذا ديردير بيتضبا كويهين سورة ذا لحده ديردير أيا تضبا الله قدقا مركا مركا بيسن كي أنفال با لغوب بلاوي بيسكو سورة دوئيب مركا حديث سيدان ليدا دو سورة قرآن كم ذا مجرتو إلا بيسن كي لغوب بلاوي مرحبا وحكلوا لي هذا يعني سورة التوبة وحي سودك تي عند القتال وسورة يعني دقالك اللي اسكو أمره وميركستو يعني منوي عليه الصلاة والسلام مركة هرورا سقدوا القادة قالنا دبك إذا إياه اللي ونجري مركة سورة التوبة آية كم إذا هلقوا أمره إن قال الله دقالهم مركة وذلك إذا قرآن كمركة يعني تفسير كيس الله مره آية دان يعني وحالقوا نستقيبها للي يعني بآية الصيف آية الصيف يعني وسورة التوبة إلها كجرة دقالك أمر يوا مركة وقت دقالك يسوي دكتي بس ملادنا يعني رحمتي نحريس بكتوسين إيسا ساسا بيزنك اللوغة ريبيو مركة تلك استفاهات قرآنك أيو قد دينا يا شيخ وحا كتاب كيسا وبيزنك وقو بلابي قرآنك رده وحا لقو بلابي بيزنك لقو بلابي عوك لكو عمل فلا يا حديد كان كل أمر دي بالين أمر مجرو كل أمر كلي او حاله صاحبه ذي بال اي ذي حال حاله وناسن يهتم به شرعا حق شرعي لو مرغي او يعني قصد لسين يا مجرو لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ان لو بلاوين او بسمله ان اول كان لو شيغين الا فهو اجدم وهو واحد دبق انه جودان قبا اما ابتر بالروايه قار كسورتي يعني ناقص وقليل البركه لو جيدا وحكسته او بسنك لغا ريبا ووح ناقص اهو قليل البركة لا يتم وايه معنى وان تم حسن حق حسن هذا كتا من قضي حق معناها ناقص بوكية وحي بسنك لقى الرابورن ماك وح محدوف البصملة ابركة ملة وح كستو خير ان بسنك لقو بالعبال الرواو وحا سوء ارورتي يعني اثر با سوء ارورتي نبي عليه الصلاة والسلام ولي إذا كتبتم كتابا فاكتبوا في أوله ببسم الله الرحمن الرحيم وإذا كتبتموها مركز أغنية إذا فقرؤوها مركز ورقد قريسه بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا بالراء حالي واحد شأن يقولون يوحى سمعين ويسودون يتبسنك كوب الله وتعالى لدوني مركز وحاقرين يسنى بسنك على لدوني ورقد حدث أين الأخرس دوني سحاتا بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا بالراء وإن أتراض ومن خواصها بسملة يبسنك خواصتها لو حاكم ذا أن من تلاها ننكي أخري عند النوم 21 مرة بسنك ننكي أخري مركة أساحان يكوئي لباطن قار أمين تلك الليلة هبينك وحو آمن كنقون يا من الشيطان شيطان كأي وسوسديس إي شرتيس وكآمن نقون ومن موت الفجة يعني لما شو قيري يعني موت فجأه كسو بودين وكآمن نقون يا غفر هل موت فجوه يعني ما في عنا موتة قف بمؤمن كأحرب انتو حنون صدق أو أقدر دارم أو ساس أود انت الرواية موت الفجة قف كهذا سو عادي كها إنه نفط ونكب هذا موت الفجة ليه ده تعرفنا هو كأمن غنيا وأمين بيته جري سنا أمين من غنا من الطريقة جري أنا واحد توق ليه هذا إياه بلا يقدر هو كأمن غنيا هذا كوي لا باتن قار آخر ساتو بيزنكا مركز يحني سو ومن كتبها نينكي قرى 300 مرة صدح بقوله قر نينكي ورقت قرى وحملها رزق الحفظ والقبول عند الجميع الخلق حفظ با إلهي سينا يا فهمه درادو هليا مخلوق ودن إلهي قبول بو قلنا يا ومدودن ما جعلاني هاي بسن كيف الحمبارسن تاي وهكذا فوائد إذا كاسا كملا فإذا ينفرب ذنب كسي شيقيا فوائد إذا كملا من استيقظ من منامه كردلا نكي كسو بولو وصوت وصوت وقال يداد بسم الله الرحمن الرحيم رزقه الله رضوانه الأكبر إلهي وعكو إرزاق يا سينيا رده سوين باب إلهي سينيا إلهي باكرر لنغني حديث وحاكوصة أرورتي نبي إنه يرى عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد أدونك أدو يداد بسم الله الرحمن الرحيم قالت الجنة جند بوحيده لبيك وسعديك اللهم إن عبدك فلانا قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زحزحه عن النار وأدخله الجنة وأدخله جنتك ساسا إلى آية جنة بابا هذا ليسو
إلهي يو أدون كأجهب لها وحو يري بسم الله الرحمن الرحيم إلهو نار تكفق جندنا إلهو قليو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد أمان الثناء بكل كمال أمان ليسكو أمان كامل نما كل جيد ثابت ومستحق لله سبحانه وتعالى إلهي بامتايستي كمال أردن أمان أردن يمهد أردن إلهي بأسوق ناتي فلا فلا فرد منه لغيره سبحانه وتعالى إلهي بامتايستي أحد أسقى آنهين أو أمان تاس إسكالي أو يعني قار إياشين مجر واي لأن الكمال إما قديم فهو وصفه وإما حادث فهو فعل هو أمان أردن بإله بأسقنات كمال أردن إله بأسقنات سيئو بأسقنات يعني أما وناقاس هديء قديم يهي إلهي صفتي سواي إلهي صفتي سأم بصفات كيسا قديم أواي هذا حادث يهي وأمان هذا حادث ومخلوق يكو حمدنا يان هديتاين أما يكو أمان يان فهو فعله إلهي فعل كيسوي هاي أدون كان وحا أصمين إلهي يا أبو ريوان مرحبا مصنفكو يعني حمد جيبو هدنا كل بيه بعد البصملة اقتداء بالقرآن الكريم قرآن كاسلا قصونا تيو بسن كمركي لبلابي حمد جيلو حجيوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وعملنا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي يحب العبد يحب إلهي وحو جعلان يا الحمد يحمد به ليصيب حامده ليصيب أي حامده إلهي وحو رالكي يهي وجعل يهي حمدك لغم هذين يا أصدق محو إلهي رالي أغيهي إنو أدونك كو حمدية ثوابية أو أجرسية إلهي دونية وحاك له النبي كان سقناتي عليه الصلاة والسلام إنو يري حمد الله أمان للنعمة من زوالها حمد إلهي نعمة أضهي ستي وحي أنقون إيسا أمان إن لقاق هذا حيث حمد إيه شكره نعموينك قيد بي أنقون يانو ويكود بريان ونعمة لقاق زولين مايو وحا كان مقنا ويكوسو قبن يوم آية مرحبا وحمدك إلهي هي شكرك إلهي وحاو قيد للموجود وسيد للمفقود وحي النعمة وحا مركا آذهيستو وحا كستبها النقطة النعمة دي مركا آذهيستو قيد بيئون نقون إيسا ويدبر إيسا نعمة دا لقا قادم ماي وسيد للمفقود وحي كان مقنا ويبسو أغار إيسا وي حمدك إلهي هي شكرك إلهي يعني وشبكة أدنى نيسو وحي خير وكام بغنو دنباتك أغارسانيس وحي أدنى مركة أدنى هيستانا ويكون علي نيساو وإن لقاء الزولياي أمان أغن نغنيسا قال بعض العارفين وحي إلا ذي تتكون وناسنا أقوانت لقار كامل الحمد لله ثمانية أحرف يموت الحمد لله كلمة جملة ذاسو واسدين حرف وأبواب الجنة ثمانية جنة البابه ذون واسدين فمن قال منك إلا ذا الحمد لله استحق وحن متيسنيا أن تفتح له إن لوفر الأبواب الثمانية سديد باب جنده إليه يعني سديد يدخل من أيها شاء مدو دونوك قليا فيخير بينها إكراما له ألو خيار قليا سديد الباب جنده إنتي لوفر يا للي مدكار وتكقل فأدون الله إكراما يوه علوان مركب وحي اسكو خلافين اسوه الدين هل الأفضل قول الحمد لله ميا أو قول لا إله إلا الله الحمد لله ميا فضل بدن مثل لا إله إلا الله وفضل بدن فذهب جمع وحيكوتغان قيب علماء كمدا إلى الأول حمد إنه فضل بدن يا الحمد لله واحتجوا وحيد لشدين بقوله صلى الله عليه وسلم نبي قول كيسي من قال لا إله إلا الله كتب له 20 حسنة لا إله إلا الله ننكي إلاده وحلوق ريا لباطن حسنة وحض عنه وحلقت ريا 20 سيئة من قال إنك يرادد لا إله إلا الله وحلو قريا لباطن حسنه لباطن سيئانه والغتري ومن قال إنك يرى الحمد لله رب العالمين كتب له 30 حسنة صد أجربا لو قريا وحض عنه 30 سيئة صد سيئانه والغتري مرحة دفرك الحمد لله دي أجر بلطي ويكفض لبلنته لا إله إلا الله وذهب جمعنا إلى الثاني قلنا وحيكو تغين
كلا بعد وي وإنه يفضل بضان تهيا يعني حديث كاس وحا إدليسنا ينقليها هوري إمام بيهقي باوري إمام بيهقي أيا ورين أيوه حديث كاس وذهب جمع إلى ثاني علماء قار كم من وحا يكوتا جان إنه يفضل بضان تهي لا إله إلا الله واستدل بعلق وحود لشده واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة جنة فرهدو لا إله إلا الله حديث كاس إمام أحمد باوريني أبو يعلى وري خرق يعني ورجالهما رجال صحيح بيكو إشارة إمام هيثمنا من حجر هيثم في مجمع زوائد بقصص سارة سجنة وصحيح حديثك واختار هذا ابن عدي شيخ ابن عدي اللي هذا قول كان دنبوض دورتيه لا إله إلا الله إنه فضل بدنتهي واستدل له حيود لشدي بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له حديث كاسو مركاسو يود لشني مرحبا آية إمام أحمد باورنا يبزارنا إمام بزارنا وصوص عريوي الحمد لله رب العالمين رب العالمين عالم كان ربي جيساها مالك جميع المخلوقين مخلوق لما انت أسقو ملكي من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم مخلوقا نطلن إلهي با مالك جيساها ملكي ولا يجوز إدلاق لفظ الرب على غيره تعالى إلهي غيرك رب اللي قم إدلاقك ومن بنان إلا مقيدا إلا قيدا يموغي رب الدار يعني قرقا ننكي لها رب المال مالك ننكي لها رب كذا إن لغو قيدة يموغي الرب أوكلية إلهي غيرك لغو ما يدلاغك قال بعضهم حيرا دي وفي هذا اللفظ لفظ عنه الرب خصوصية خصوصية كسوغا لا توجد في غيره من أسماء الله تعالى يعني يعني فضل هي خصوصية أسماء ذكرة أيسا لهين بولية هي لفظ عن رب العالمين وهي أنك إذا قرأته طردا كان من أسمائه تعالى سيدي سهداد وأغرسه ربي آتراده إلهي أسماء دي سو كمدية وإذا قلبته هداد قلب سنة كان من أسمائه تعالى وهو بر ويه حتى رأى صهر مريض ربي أول رأى صهر ريس بعد هذا صهر مريض بر آترادنا مقع إلهي مبون غني بر هاي بمعنى محسن ويه وقيل وحابلي إنه اسم الله الأعظم وهذا اسمك إلهي يوين ربك ولما ورد في الحديث إذا قال العبد هدوي هذا يا رب يا رب قال الله تعالى إلهي وحولي لبيك وأنك أجيب عبدي سل تعضى واحد دونتي ويديسة وأنك أجيب يا وأكسين يا محارب تابا إلهي قل يا هذا ترى يا رب يا رب أتكو علي وقال بعضهم علماء قاركود وحيي لدينا من أكثر ننكي بذيو ذكر هذا الاسم اسمك ننكي حسدي سبضي أجاب الله دعوته إلهي دعوة سوء أجيب وقضى حاجته حاجة إسر إلهي وقل يا رب يا رب ننكي بضيوة قيوم السماوات والأرض الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين قيوم السماوات سماوات كأله أقمي والأرضين أرضين كأله أقمي أي القائم بتدبيرهما ما ملكه ذا إلهي أقمي وحفظهما وحفظ ما فيهما سماوات هي أرضين كتضوضة تضوضة سمية تضوضة أرضه يا واحد نحده ذا كجره يا إلهي أقمي سبحانه وتعالى حفظ قودي يا تدبير قودي يا مامل قودي إلهي أمبا أقمي من قال ننكي يرادو يا حي يا قيوم ساسا لوري يا حي يا قيوم ننكي يرادو أذهب الله عنه إلهي وحبك تكسين يا كل هم وحزن وغم مروق دمانته يا تيراية دمانته وحلا وحي قدب يا إلهي وكاتك سينيا ورزقه إلهي وإرزاقيا من حيث لا يحتسب ما الأمة ليسنا إن إلهي بارزقي كذا كان يا حي يا قيوم هذا بدي سوي إمام النووي أصوح حكو إشارة اسم أعظمك وحوي لي يا حي يا قيوم وقال بعضهم وحير هذا من قال إنك إلى ذلك كل يوم 40 مرة عند ضلوع الشمس قرأ هذا مركي صباح إذا إنك أفرت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إلى هذا أحيى الله قلبه قلب كيسا إلهي نوليا ونور فكره وفكر كيسنا إلهي بان نوريني ويسر عسره وحي عليسه وصارنا إلهي باكفض دين وأنضقه بالحكمة حكمة إلهي مباك هذا الشيء حكمة لقصد دين يوم آية تذكر أهل العبادة
إلهي ذكري سؤن هيا مارتيه هنا يعني أما تعليم فربنا إسكو شغلي أنا ما يوحك الأدوية أي دونان كم مشغولي وذكري إلهي أون هيا حكمت أم باكس وبرغاني بل أي وحكة برتين أيه ولا قرني أكا كإلهي حسكي سهي يعني وحكة فضل بدل مجرى مركز هذا إلهي يعني حسكي سايس وشرح بالمعرفة صدره إلهي لابتي سنة وحو بكوشها رح يا معرفة. قال جعفر ابن محمد وحو يلشيخ الليلة عجبت وحان لي يا ابي بوري لمن بلي بأربعين كيف يغفل عن أربعين نين أفر الرموض لغو انتحامي أفر الرموض سيئوه المامكرة أفر الرموض هذه لغو انتحامه ويكوكو دعان وحال لدونا يا أفر تا الرموضين هذه المامين وكلا من بلي ننكي لغو امتحامه بالغم مرك كيف الله يقول سيدابون او ارنين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مرق مركي قبطون ايدا كورد لا اله لا معبود بحق الا انت دعاء يونس بن متى سوما اسمع علم كابلو شيغا سيدا حديده كسارورت الهي بو كبري وهو في بطن الحوت اسو كلون قالوش يدا كجرى صدح مقدب كجرى ظلمه الليل هي ظلمه البحر هي ظلمه البطن صدح ذا مقدب كجرى صدح ذا مجدي دحضوا يعني هبينك مجدي يسي يبيه بضة يكلونك على شيء تأثوا كسيجرو صدح ذا مجدي دحضوا ذو كرواقي لا إله إلا أنت معبود حق له عابد مجر إلا أنت هذه مويان سبحانك تنزيها بالك كوسون هذا إني أنا وكنت من الظالمين إلهي يا وحنا كم ذا يكون ظالمين تاو أمر لأم بو نبي يونس بحيس وما قوم كيس مركي الرومي وين أيو حناقة عذاب بايدين إيمان يبوي عذاب كيف يرضاه وحنا قيدون بوسك الرح دونتو نطبيع عدد وحيا هيد وقت قايد ننكي نن أدون سيد كيسي كسر دونتي هدو صافو لما سعونيس ويعيريس دونت دونتي مركي لفولي انبي وحيب الله ذي وركات ورمحان قد عيان نبجر انا سبارنا لي انا قوري ريدنو نن أدون كيسي سيد كيسي كسر دونتي وان لصو ادمن با نبجر انا قوري ريدنو مركي لقر عيستي والنبي يكون عدد يسي إلهي بو أمر كيسة كموسوا بحين مركا من دقاقين كموسوا دقاقين وامركا وحال يسكن راعي نين ألا نينكي قريقو كدع وإذن لآن صوفوا لدونتا وإن بطل لغطور بس هريا دبون بال لقبتيو بطل بال لغطور ايدي مركي ما كلونك إلهي أغطى لقالي وصيدا عفق أكلاهي قلم وعلق مركا سوء آيادا هل كانوا مركا ورد قانوسوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين marka nin alla ninkii murugtiisa ilaahay ba faayidi sooma kalloonkii waxa laga soo tuuray badda xeebteeda lagu soo riday halkii wuxuu hoogaa yacni ku noolaaday markii kadibna umadiisa mar labaad uu ku noqday marka kadiba waxa rumaysay 100,000 oo yasiidun ba ilaahay leh 100 kun iyo kasi badan ba raacday oo umadiya umadi noqday marka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waakii markii la hadlay u fasbir kama sabara ulul azmi wala takun ka saahib alhut ba ilaahay sida dadka ulul azmiga rusulshan ulul azmiga la ilaadeen rusulsha ugu fadli badan say u sabreen oo kala u sabar walaa takun ka saahib alhut ninki malayga u saahib ka kala han noqon yunus bin mata hadagdagin balay marka waayahay marka nin alla ninki murug ay ku dhacdo say u hilmaami karaa buu leeyahay sheekh muhammad bin yaani jaafar bin muhammad la ilaado ayadan way wallahu ta'ala yaqul ilahi ba wuhulayya fastajabna lahu wa najaynahu min algham wa kadhalika nunji almu'minin marka aayada markaad aqriso balanqaadka dambe dib lagu balanqaaday lagu yabo hay fiiri marka markay murug ku qabatabo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sidaa dhe hayle markaas waxaad rajaynaysa oo sugeysa balanqaadka ilaahay ilaahay baa wuxuu yiri fastajabna lahu nabi yunus waan ajibnay wanajaynahu mugdigi iyo meesha khatartaydu ku jiray baan ka badbaadinay min alghammi murugti baan ka badbaadinay وكذلك ننجي المؤمنين مؤمنين ترساهم بنوبة بادنين إنما مركا دبعت قبته إلهي لي مركا عدي مركو قبته سيده المامي كرتا أيضا هاي المامي بكلي ومن خاف الشيء عن شيء ننكي كعبصله عبصي مركا يكو قبته مال خطر آد قشنة كيف الله يقول سيدابو سأو أرنين أوه المامي حسبنا الله هو نعم الوكيل سيدا إنا ترادو حسبنا كافي قانو الله إلهي وي هو نعم الوكيل مثل ثلاثة أرتنا سيوم بأو نعم بذل والله تعالى يقول إلهي ما وحليه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء بإلهي لي يا مركا النبي يا أصحابتي عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي سي النبي يا أصحابتي سي أيقو ير مركي عدو قلوا عبسي قليه أو أيقو فربضا
oo yani waxay na tabar u haynin baa idin ku soo duulaya markii leeyd maxay yiraahdeen ay fa yani hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel hasbuna Allah kaafiga anagu Allahu ilaahi wa ni'mal wakeel marka ilaahi wuxuu noo sheegay fan qalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl yani wan dagaalkii badar ni'ma waxay la soo gadeeyeen ni'ma ilaahi xaqiisa ah iyo fadli lam yamsasum su wahdiba mataawaniwa ilaahi qalabadii buu siiyay guushii buu siiyay waxay la soo hoydeen yani guul iyo fadli iyo ziyada wa marka mar alla markaad cabsato aayadaas ah ilmaamin hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel sidaa dhawe marhaban marka waxaa la rabaa qofka mu'minka markii uu aayada maqlo ama xadiidka uu maqlo inuu ku camal falo oo weliba uu tajribo ka qaadaa la doon culimadu hore waxay dhan jireen markii arrintan oo kala sheegaasoo la sheego qad jarabnaahu waan imtixaamnayo yacni fa kaana lahu sidaa unbaan ku aragnayo sidii aayada marka inaad imtixaantaan la doonaya waxa inaad ku kalsoonaato camal falka diinta waxaa rabaa inaad tiraahdo waxaan soo ballanqaadi ilaahay maaha soo lama sheegin bal samee ومن مكر به نن الله ننكي لخيانه أو دقر إيا خيانه إيا حيلات الله سمينا يقول وإنو يرادة سيئوه المامية لا يقول وإنو سعني كيف لا يقول سذاب نو أرنين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذه اللي هو خيانه أما حيلات يا مكر اللي هو سمينا أيه اللي يعني اللي هو خيانين أدركته وأفوض أمري أمر كيك وحنوبان دقيا إلى الله يستدع إن الله بصير بالعباد إلهي بقى أضومها أركيه إلي وحمليقي ninka wanaaga qalbigiisu ku jiro ilaahay baa arkay moodaa maamulka ilaahay maana soconayo kan adoon weeyo waxna makrigiisu waxba ma taray wallahu ta'ala yaqul ilaahay wuxuu leeyahay fawaqahu allah sayyaati ma makaru fawaqahu allah ilaahay baa ilaaliyo ka ilaaliyo sayyaati ma makaru waxay makrayeen oo maleegayeen oo guntayeen xumaantii ilaahay baa ka ilaali waman raqaba fi shay'in say ninkii jeclaadana kayfa la yaqulu sidaabu sa u oranaynin ma sha allah la quwwata illa billah ما شاء الله إلهي وحو دونه يكون كان وهذا لا قوة أود مجرد إلا بالله إلهي أنبا أود إسكالو والله تعالى يقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي من جنتك أفرت أوائل سئلوبين سيئوه المامك رأيه الله يشام سيئوه المامك وحان كنت قرنه oon maalna ilaahay nasiiyay diinteena inaan maalna la doonay wax walbo kanzi ayo wax walbo khayraada diinta ku jirta marka waxa la waxa doontaba diinta uu adeegso waad ka helaysaa mudabbiril khalaaiqi ajma'in mudabbiril khalaaiqi khalaaiqi ya makhluuqaaga allahi maamulay ajma'in musarrifi umurihim umurtooda allahi gagadinayay calaa wafqi mashiiatihi suu doono min ijaadin wa i'daam wuxuu doono haysiinaya wuxuu doonana eber buu ka dhigaya way icdaain wa manci wuxuu doonuu bixiya wuxuu doonana waa diidaya way cidaadin wa idlaal wuxuu doonuu cideeya wuxuu doonana waa duleeya wa sixatin wa marad wuxuu doono ilaahay caafimaad buu gelinaya wuxuu doonana aka sixadii buu ka qaadaya wagayri dalika calaa xasbi maa taqtadihi xikmatuhu lbaaliq ilaahay xikmadiisu say keentay un wa fayanbaqii lilcaaqili qofka caaqilka waxaa u wanaagsan anlaa yahtama inuusan murginoo biaxwaali dunya adduunyada axwaasheeda inuusan ka murgin bal yusallima amrahu limawlaa ilaahay una haysu dhiibo ilaahay baa maamulka iska leh suu doonuu ku yeelayaay adiga ilaahay isu dhiibo wixii lagu amray cibaadada aana un samee wixii lagu ballanqaaday iyo tadbiirta iyo maamulka axad baa iska leh udaa asaga isagaa ku maamulaye imaamka la yidhaahdo yaa abulxasanu shaadili raggii yacni waaweynaa buu ka mid ah min fuqaha lmaalikiya fuqahaa lmaalikiyada uu kama raggii hore yacni uu ka mid ahaa man wuxuu yidhi man araada cizda daarayn labada daarba cizigooda ninkii doonaya waa adduun iyo aakharo fal yurix min addunya jasadahu wa qalba adduunyada ha uga raaxeeyo qalbigiisa iyo jirkiisa un bas waxba ha isku murginin haddaad cizdiga doonayso laakiin haddaad isku murgiso tirahdo qabo iyo inta qabo inta qabo haddaad tirahdo waxna ma soo qaban kartid daal iyo tacab iyo rafaadna waa kumashan ya baacithi rusuli aya mudabbiri lkhalaa'iqi ajmaciin باعث الرسل رسل الله صلى الله عليه أي مرسلهم عليه يعني لصو دري بالأوامر والنواهي أوامر النواهي با إلهي لصو دري وهم رسل 313 رسل يعني إلهي أصو دري وحيا هي صدح بغل ثواني يصدح أو 14 صدح بغل ثواني أفر
أو خمسة عشر صدح بغل ثمانية سن صدح قول بالوريا قول ككوبات بنا وسع يسنو آه صدح بغل ثمانية صدح نهائيهم أي إلو بدر عدد كودون ساسا يهائيهم بال يعني عدد الرسل كاسين صدح بغل ثمانية صدح بهاي أصحاب طالوت ساسا يهائيهم بال صدح بغل ثمانية صدح بهاي مرحبا يجب علينا وحواجب نبوءة أن نعرف إن أنبرانو خمسة وعشرين منهم بأسمائهم جملة هان إن صدح بقولي يتواني يصدح أم تواني أفر تواني سن إن يهين رسوسه ضدوب هذا أبرت واجب كوا لكن سن يلواتن كم ذا مدمد إن أبرت واجب كوي مدمد إن أبرت آية شعر بالو كل مياه وشغله محمد دمنهوري أيها شعر كل مياه وحيري ألا إن إيمانا بالرسل تحتم وهم آدم إدريس نوح على الولا وهود وصالح لوط مع إبراهيم أتى كذا نجله إسماعيل إسحاق فضلة ويعقوب يوسف ثم يتلو شعيبهم وهارون مع موسى وداود ذو العلا سليمان أيوب وذو الكفل يونس وإلياس أيضا وليسع ذاك فعقلا كذا زكريا ثم يحيى غلامه وعيسى وضاها خاتما قد تكمل شن يلواتنك قرآنك اللغو الشيقي وإن أدمد مد أبرتي واجبك يفوتها كتابك يعني يعني عقيدة عوامك اللي أما واجباتك اللي داد إعدادك ابتدائي يعرض تهيرا كعب الله ديقو أيا شن يلواتنك أنو كبرني يا هاي خمسة وعشرين مرحبا كو شن يلواتن الرسول شاكم إذا حفظ قوذان نقو واجب يواتي الأورين جريو هالكا ونوغت حجريو إنا شن يلواتن كابرت واجب يفوت شن يلواتن كاك أي مرحبا أي ساسة يعني قلوا العزم شمت قلوا العزم اللي إرادا وفضل بلا قلوا العزم محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم قلوا العزم فعلمي شنتا أقول العزم بين اللي رواه كور رسوش أو فضل بنوه ساسة يسقح يام بين يسقح محمد دبا وفضل بدن إبراهيم هو باكوحه فموسى كليم هو باكوحه فعيسى باكوحه آية هاي فنوح نوح باكوحه هم أقول العزم فعلمي أقول العزم كشنتا اللي رادوا وهي سرع أبر لي باعث الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مرحبا إلهي نحريس ديسا ينبت قلية ديسا دو شهد الله يالو إلى المكلفين با الله صدري رسوشا وحا الله صدري مكلفين تا الله صدري إنه قارسيان دعوة الهداية إنه هنونيان ما يكون هنونيان يعني لهداية إنه هنونيان خير كأيكو هنونيان على سبيل الهدى إنه يعني تصيان وبيان شرائع الدين دين تشرائع ده أحكام الدين جانا إنه وعديا بالدلائل القدعية بإله الله صادر دلائل عطعد وقدعية وواضحات البراهين يعني حجوي عطعد بإله الله صادر أحمده إلهي بأن مهدنا يا برشاخ آية أثني عليه وأن أمانيا على جميع نعمه إلهي نعموين كي صور ضمبان كو أمانيا وهي كثيرة لا تحصى نعمة إلهي ميا لكو بكرة إلهي سيدو يروين تعدو نعمة الله لا تحصوها إلهي نعمة سادات رسان ماذا ما ينكرتان وأعظم النعم الدنيوية نعموين كالدنيوية الدنيا ذا وحا أقوين الإيمان إيمان كوا وأعظم النعم الأخروية نعموين كآخر ذا أنا وحا أقوين مشاهدة ذات الله سبحانه وتعالى في الجنان إلهي أركتدي سوى جنة الله أركا أقوين وأسأله إلهي وحن سألنا يا المزيد زيادة أيان زيادة أطلب منه مزيد النعم من فضله إلهي فضله سيء وكرمه هو يعني كرم كيسية وناقيسة وحال لوريه قصة لقوري وشيخه يعني فضلك إلهي كرم كيسة فضل بني يعني أصو قاضي مناسبة هان لوانينو انضلع أن الرجلين أعميين جلسا على طريق أم جعفر قبر أم جعفر لأورنجري وكانت موصوفة بالكرم قبر داق بدن وداق دلوية قانيه مركي قف على قفك داق بدن بدي ولي سوسو شيقي او مال فوق با لغا سو ادي مكت مساكين تو سوسو شيقي يعني قفك غني او هادنا داق بدن او الهي كو لبا ان دلا ام با سو ادي جيرتي او طريقه ام باي وفريسانيا وددي كو سو بخايسو ام باي وفريسانيا وكان احد ما يقول متكود و خوليه اللهم اعدني من فضلك اللهم اعدني من فضلك اساس اله وفضلك ايسي وقال والاخر يقول اللهم اعدني من فضل ام جعفر اللهم اعدني من فضل ام جعفر بوليك كلام اله قوده ام جعفر ليلاه داقده بدن وحن اني فرقيس اله وعقسي يا ابن انس
فكانت وحي اهي ترسل مدرت او كل يوم مالك الاركبه وي اوغات لمدا ان دوله هي مال الارض اسو قصديه marka waxay sameeyneysa مال الاركبه waxay usoo direysa midka hore dhe اللهم اعدني يعني من فضل يعني من فضلك الهو فضلك اغا اسي مدكاله لبا شيلين بي اسو ديري ولثاني مدك لباد اللهم اعدني من فضل ام جعفر مدك قوينا رقيفين معهما دجاجه لبا حبو كبيس هي حبة دقاق أهو الله الصلاة في جوفها عشرة دنانير يعني لما حبوه كبسة هي هل دقاق أو الدجاجة حبة دقاق أهو الله فورني أو قدها انتين لما جاء حيبا طوانشيلين قدها لوغلي يا الله اسكسيني فكان وحوها طالب فضلها لنكي أم جعفر فضلك يدأ دلبي اللهم معدني أم فضل يعني من فضل أم جعفر كننكي لها مر على مركي لوكين ابو لبا حبو كبيسه ايو حبه دقاق مركي لوكين يقول لصاحبي نينك صاحبك يسا لبد شيلين لتي وحلي اعدني درهمين ورنيه لبد شيلين اسيو وخذ دجاجه لاولادك هذا وحانو دقاق يا نغ لبد حبه كبيسه انسك عنيا لعقتها اي دانته ادو دقاق ان قادو عروتها او غيسو اني اسي لبد شيل مركاس لي قادو ما اوغ دقاق واه كو دخجري كما كما ورمو وهو لا يعلم موقع ما في جو فيها دقاقة وحا علوش وقجرون ففعل ذلك مدة أي ساعة هينو كان أمشي يغي دقاقة جيس أمبو هدو جحانا يا تونكش الأمبو كلابها يا هيلي بقى ناسكي يرير جيس أمبو عوني حد مانك دمرك سوفرزان لابد الشرين أمبو أديم يعني دقاقة أمبو كقاذني كان وحيس لي العقد تعد بادي قاذني سبحي كوترا يا هيلي فقالت أم جعفر با وحيتري قولوا لطالب فضلنا نينك أنو ما الأركله اللهم أعدني من فضل أم جعفر له نينك له وحد كثر عذان أما أغناك عذاؤنا وروح كسينة نسوك ما دقن سو ما درجن ما الأركله ده الله حبوا كيف سيو حبة دقاقة هو تمشي لأن يكون حجرتان وكسينة سو ما درجن فقال وحي لله ما واحد سينة سوا وعيت ريمار يقوم في النبو والله إنما كنتم تعذوني واحد سينة سين رغيفين الله حبوا كيف سيو والدجاجة يا حبة دقاقة فكنت وحان هذه أعيب أبيعه متكجته ذلك لصاحبي بدرهمين دقاقة أنا صاحبك يوم ما لبده شيلن كسي سنه يا حبدي يعني يا لبده حبوه كيف استهين ما حيبو في الأنواع ويافت يعني نينك أي وحوق قرصي بس إذا إلهي أقوه رجيفير يا كنا وحلو قري وهالدقاق بالسي يعني العقبة لو دحقلي ككل حتى وحل سي مو أقوه إن دلأ إياه دقاق حتى سقى أشياء مو أقوه مهدة مركا بالفضل إلهي فيه مركا أسي وحيتري صدقة وارون تيس بيتري نكاس وحا أنسينينا وحبا أمتر يادان أبضينا حتى وحوتري ماي وذلك آية محين وحبا أبوتري يظلم ذلك كاس لنكا كلي وحي قاتي يظلم من فضل الله إلهي فضل يسود البي اللهم أعدني من فضلك ساس الله فعداه الله إلهي باسيه من حيث لم نقصد غناه أنه إذا ترجينا أنه قصدين با إلهي قعنته وقلي وفضلك إلهي ورسني وهذا طلب فضلنا كنا وفضلك أنك مطلبي فحرمه الله إلهي باكوجي من حيث أردنا غناه ماشي أن دونين إنا نرجن وكن كي كلهم بلو ورجي فضلك إلهي ورسني يا مرحبا ليعلم الخلق مخلوق إني أقاذان أن المقادير لا تقالب مقادير إلهي مرنا لك مقالب نغكر آية وأن ما شاء الله إلهي وحو دونه كان وما لم يشاء لم يكن إلهي وحو دونه وحو دونه ما بقى هاني وحو إلهي دونه أمباسعوني أقر وحانقر يا ألا إله لا معبود بحق إلا حق لقع عابد إنو سجر إلا الله يعني أليه واحد كهمو يعني الواجب وجوده وجود كيسو يعني أي واجب تيوان قال بعضهم علماء قاركود وحي يرادين وحظ العبد أدونك ديفتي سي فائدري سأوكي لا يعمل لا إله إلا الله أن يعلم إنه أقاذوي أنه شأني لا معضي ولا مانع إلا من ثبتت له الألوهية يعني قف وحب عنكرا مجره قف يعني وحمن عنكرا مجره إلا من ثبتت له الألوهية ولذا سيدا درتيد باقيل وحاليري إذا قال أحد هدو يراد لا إله إلا الله طالبه بحقها حق ذلك الدنيا يعني حق يدون وام حي أنه الله يعني لا ينسب الله ينسب شيئا إلا إليه يعني إنه نوحب النسبين وهي إلهي مياني أحد كلاوة إنه نوحب النسبين يعني أي أود يتصرفك
وحبحنت إياه وحمنعنت إلهي ينبأ إسكاله ساس وإن قفك آمن واي أليه الواحد إكلقي أها المنفرد يعني منفرد كها في ذاته وصفاته وأفعاله إلهي ذات ذي سكلبه كيه صفات كي سكلبه كيه أفعاشي سكلبه كيه وفعل كي سوكلا وحلا مجروا يحق عقيدة لغا هذا الأيوم ماشي لديه جريوي الكموم الستة كم متصل في ذات كم منفصل في ذات كم متصل في يعني في صفات كم منفصل في صفات كم يعني متصل في الأفعال كم منفصل في الأفعال كمومتي يعني لأنفين جري حق عقيدة يعني تيوي مرك إلهي واحد وي في ذاته لا تديس واحد بكوية وأحد لا تديس وكالل مجر أيها أحد لا تديس وكالل مجر يعني السيدة ذات ذي نو كلنا ذات ذي سو مركبة معها من أجزاء كثيرة وحلا يسكي كركري معها واحد في ذاته واحد وصفات إلهي صفات كي سنة واحد بكوية هايو يعني صفاتي سا وحلا وذاك سدى مجر صفاتي سا وحلا وذاك سدى مجر واحد أما أحد صفاتي سو كلنا مجر واحد أفعاشي سا إلهي واحد بكوية هاي فعل كي سا واحد بكوية أصغى واحد دلو أصغى واحد نوليه أصغى يعني وهكذا سقى وح إرزاقه لا شريك له وح شريك إلهي ومصغنان ولا نظير مثل نمله ولا مشابهة بينه وبين غيره أثري غيرك وح مشابهاه وقد حيث مجره بوجه من الوجوه ما الإلهي اللي وقعه هاي بمجره إلهي وخالق وحي كسو هارين ومخلوق اسم شبه كران ما الإسقام إكان كران ليس كمثله شيء وحسق اللمدة مجروا اللي القهار الذي لا موجود إلا وهو يعني مقهور تحت قدرته مسخر بقضائه قهار وهي إلهي معنى هذا هو محي الذي معبود كوي لا موجود موجود كائن أوصاهان إلا وهو موجود كاس مقهور ولا قهر تحت قدرته إلهي قدرته سخص لهم بكجرة تصرف كإلهي بكجرة مسخر يعني والله سخيره بقضائه إلهي قده سيعني يحكم كيسو سخيره يهيو سيدو إلهي دون أمبك سعني عاجز وي إلهي وحي كسو هرورنا وحي موجود هرورنا وعاجز في قبضته إلهي أودي سو كجراوه أسوه خيار ملي تصرف ملي وي آية. وقيل وحاليري قهار معنه سو حوي هو الذي أذل الجبابرة هو جبابرة إيه كبرية ماذا حد كاذي أليه دلية وي وهلكهم هلاقي وي أليه الكريم كريم كآية محسن كآها الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفا وإذا أعضى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم أعضى ولا لمن أعطى كاسا ليدا كريم إلهي هو كريم ومحسن متفضل وي معنى هذا هو الذي إذا قدر عفا أسوى أوده وقف كان يعني سود دون يلي كرو أيو اسكع فينيا وإذا وعد وفا هدو يعني وحي يبوهان وفينيا إن الله لا يخلف الميعاد بلنك إلهي لغم بحوه إلهي وحو يعني يبوه وبلن قاد وفينيا وإذا أعطى إلهي مركو أحد وحسينيا زاد وزيادية على منتهى الرجاء قفك الرجديس انتي أهيد أيو إلهي وزيادية يكسي بضنوه ولا يبالي إلهي أما أبيالي كم أعطى أنتو بحيني ولا لمن أعطى قفك سيني أو أبيالي ماي يعني قفكان يا وحبذن ليسك سيني قفك الله سيني مقف يعني وناكسنبا وباري أها ممد عاصي أها إلهي أو أبيالي ماي وكريم ووسك سيني كي عاصي أها وحبذن ليسك سيني وإن رفعت حاجة إلى غيره أستقى غير كي هذه حاجة الله كريالا الله شاكتنا لا يرضى إلهي كرر على النغن ماي إلهي وحي جعليها كرر على النغن يا حوائجته يعني وحك استو دنا أبا إن أسأل الله سوكر يلاو يا بركست إلا سؤاشه أو وحلا ورصدو إلهي جعليها يعني خالق يا مخلوق يعني فرق يا أرد حيو يعني إلهي سبحانه وتعالى هداد وح ورسو إذا وكو عراني أحد كلا هداد وح ورسته حاجة هذه دناها هداد قفك لأشيغته إلهي وكو عراني هداد وحورسن ويدو مخلوق انا مركاد وحويديسن بو كوارني هداد وحويدين ويدو ولقا هو كجعلاني لكن لما دور مركاد وحويديسو بس هو كنعي مركاد
حتى مركا صوب هذا كم جعلاني وجهك سؤال أبوك ياب إن الله ورثتك ياب وهكذا ولا يضيع إلهي ما ضيع أيوه من لاذ به قفك مجنجل أول تجاء أسجى مجنجل قفك أسجى مجنجلنا ما ضيع أي إلهي بل يغنيه وداقيا عن الوسائل وشفعابه كداقيا وصيله إلهي أباهن ماي نك أسجى مجنجل مال أصو مر أباهن ماي شفعاء إلهي أباهن ماي قفك أسجى كحرنا هذا أو تلصارته أو مجنجل أو دباته اللي سو جذبناته إلهي ولا عرره قفك لإلهي أباهن ماي وداقيا اللي هي الغفار الكثير المغفرة دافتان كيسو أي بدنيدو لعبادي أدومي سو دافي وحبذن بو إلهي دنبك دافاو قال بعض السلف وحيي لهذه علمات السلف كي وناسنا متكم ذا وحا لقو وري إنو يري من أحب ننكي جعل أن يكسر ماله مال كيسو إنو بطو وولده أولادي سي إلمه سو إنو بطان ويبارك له في رزقه رزقه سإن الله بركي ننكي دونيو فليقول هاي راد أستغفر الله إنه كان غفارا في اليوم 70 مرة ما لنكبة دوات انقر هاي رادون أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله إلهي بان كغفران ضلبيا نافد بان ويديسنيا إنه إلهي كان وحو هذا غفارا مدنو تدافو هذا ما لنكي لاركبة دوات انقر هادات راد إلهي سبحانه وتعالى وكو بركين ما الكاجب بذن أولاد هذه ببدن خزقي يجيبوا إلهي كوبركين وواحد جعمت كويسين إلهي بكوبركين وأشهد وحنقريا أن سيدنا سيد كان نجي محمدنها عبده إلهي أدون كيسينو يهي ورسوله ساسا انقريا يابول إلهي أدون كيسينو يهي ورسوله قدم وهرمري مصنفك وصف العبودية وهرمري وأشهد أن سيدنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مركا أدوني ما ديبال هرمري عبده ورسوله ما حاسد الله يليا ومصنف قصيدة أوير قدبتي امتثالا لما في الحديث صحيح وحو يعني كعم الفلايا الراعية حديثك صحيحة وحو قصو ناديا والنبي قويري ولكن قولوا عبد الله ورسوله دها يعني عبد الله وأدونك إلهي دها ورسوله صدع دها تاسو نوي إما بقارب حديثك وريني إمام الدارمين ووري ولأنها عبوديته أشرف أوصافه أوصاف النبي مد أوفض لبضنوه ومن ثم هل كاسو لما قير مرك الخيار قلي بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا فالنبي قال له خيار قلي من بقر أو رسولا من كادقنا مساء الدون رسولا من كادقنا مركاسو وحود دورتي هي أن يكون عبدا رسولا الدون رسولا من ربابه ولعلمه النبي بحوقها بشرف العبودية أدون لماذا شرفت هذا صفة كفل لبضان وأدون أوليه وكسفه بمجره أدون لماذا وحلقوا تلمامه وقوة ناكسا ما بجره يا والرسول الرسول لغة حق اللغة المرسل وي. المرسل يعني أدون لماذا يعني إنه يتهي وحشرف بضان وأوصافت النبي مده أبو شرف بضانا يعني مقام كوناكسن وردم ما لها وناكسن وردم نبكي النبي القسري عليه الصلاة والسلام أدوني ما إلهي كتل ما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا يعني مرحبا مرحبا الحمد لله إلهي بأمهدي الذي آية أنزل على عبده الكتاب ووحي قاسودك يعني قيمها بضن أدوني ما لغوت المامية وأوحى يعني إلى عبده ما أوحى وحو إلهي أوحي يوذي أدون كيس ما أوحى وحو أوحي يا مرحبا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وإلهي لي أدون كان لغا واحد قسو الدجن يعني مقام وناكسنو إذل مركي الله تلمامي أدوني ما لغوت المامية يعني عليه الصلاة والسلام مركي أشرف الأوصاف يعني وعدوا نملاس ما كفل اللي بدل مجروا والرسول الرسول لغة حق اللغة المرسل بالله قف الله صادره واصطلاحنا حق اصطلاح الرسول محلوي هذا ذكر حر من بني آدم أوحي إليه بسرع يعمل به وأمر بتبليغه سأل الرسول وذكر وي قف الله بوي دمركم من نقضان رسول من نقضان وليه حتى كهر لمشيقين ناك رسول لمشيقين وكا
مرحبا مركا وائلو رقي هاي وي ذكر وي حر هدنا وائلو يهايو أدون الرسول من نقضو عائل قفل اللي ذا يعني أدون للي هاي وملكي الرسول لك ما دقائي مرحبا وائلو حر يهاي من بني آدم وي من بني آدم وحي إليه بشرع شرع بالله وحيه ذا يعمل به وقعمل فلو وأمر بتبليغه مركا هدنا وحال أمرينو ما دقارسيه وي وهو أخص من النبي رسولك وحكا خاسن يهي النبي إذ هو مأمور بالعمل آية النبي وحال أمري بالعمل إنه كعمل بما أوحي إليه فقط أسأل لما أمر جارسينه يعني ذاتك جارسين لما أرن النبي وحاوي شرعي إيه يعني دين أكد رغمه ومبال له وحي يده وحال إذا عديده كعمل فل رسولك وحال إيري كعمل فل أو ذاتك جارسين فكل الرسول النبي ولا عكسه رسول كله والنبي دي حدنين أن النبي بلغت إيه نهرت وحلو وحيون المرسول بلغني ما هي وهي ولا عكس فليس كل نبي رسول نبي كل رسول ما أي النبي نين وحلو وحيون وكو عمل فاللي يرواي رسول من نقنا يا مركة ما معها ودي وحبيب يعني وهي وأشد وحنقريا أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وحبيبه حبيب كيسي أجعلائن يهيب أنقريا وخليله الذي أحبه الله تعالى حبيب وحوي أحد كي إلهي أجعل هذا كرال النغضي وهو جعله خليلا هدر أقيش خليل با إلهي كدك روية وحال وري أنه نبي سعيد المنبر منبر كأيو مال فور يوما مال مستبشرا فرحا سقو آد أفرح سنة وجهي سوى افتيمي فقال وحوي إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إلهي خليل بو إقدكتي سيد النبي الله إبراهيم وخليل أقدكتي فأنا حبيب الله أنا هو حبيبك إلهي بانه وأنا خليل الله خليلك إلهي بانه حبيب نمو إيا خليل نمو لنبضه بإسكت درسال النبي عليه الصلاة والسلام أي النبي إبراهيم وكسي درجوين يهو إمام حاكم بحديث كاورني وصححه ونصحيح ياليه وصحيح ياليه حديث كان وحاكسونا إمام الترمذي أورني ألا وأنا حبيب الله ولا فخر أنا هو حبيبك إلهي بانه فأنا ماه وأيه حديث كلا الترمذي ابن ماجه بيقولنا يان ما بيقول وحي صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الله صاحب كين أسمع إسكت جد يعني أصحابته ونقول الله الله يا صاحب كين وخليل كي إلهي وي إلهي بخليل كدك تيوان ومحبة الله للعبد أدونك جعلك وجعلنا يا أدونك سنة سناؤه عليه ورداه عنه إنه إلهي أمانه وأدونك أكرر على نغلوه أكا مرحبا مركا قفك إلهي جعلاده وإلهي يعني معرفة أوله وآد ويقانه بو إلهي نكرر لنغنية مركا مخلوقا يعني أعرف الناس به إلهي ددك وحا ويقان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أحبهم يعني وأحبهم باسم الحبيب أحد كله وجعله مخلوقا نوردن حبيب نماذا مقعيدنا أوليسان وكو حق رما بدن والنبي محمد وي إن أغا حق رما بدن مجروان مرحبا أفضل المخلوقين مخلوقين تكي أغفض لبدناها إنه يهيب أنقري حبيبك إلهي وي وخليله وي أفضل المخلوقين وي مخلوقة كان أغفض لبدنه من أهل السماوات والأرضين سماوات كانت تضبضة إهل كود كودح نول تضبضة أرض وحا كودح نول مخلوقه إلهي وأبوري علوي يسوف لبمركي اللي سجي نبي محمد با أغفض لبدن أرفعهم وأشرفهم في الدنيا والآخرة أي الدنيا ده أصدقى أغسر فضل أصدقى أغسر رأي أغدر الجوين آخرنا وأساسه كله أصدقى أغو منزل وين ويليه سيدنا إبراهيم حكى فضل مركي لقى هذا ليه نبي محمد وحا كحيق النبي الله إبراهيم ثم سيدنا موسى با كحيق ثم سيدنا عيسى با كحيق ثم سيدنا نوح با كحيق وأولو العزم شمت أولو العزم اللي لعدين رسوش أغو فضل بدوي محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي وعشان تقولوا العزم ده الرسول شوفوا اللي بدهم واي ثم بقية الرسل رسول انت إذا كلا كحبت حاجة فضلك ثم الأنبياء أنبياء إذا كلا كحبت غير الرسل وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله تعالى إلهي أبتي سوى كوكلا فاللي بدهين أنبياء لكن ما لو مشي يقين أنا لو ما عديني ثم جبريل باكوحيغو ملائكة مركي ليلة الرؤساء أوفى اللي بدهين جبريل باكوحيغو ثم ميكائيل باكوحيغو ثم إسرافيل باكوحيغو ثم عزرائيل
ثم بقية رؤساء الملائكة ملائكة مدحضوضة كوة صوها ريبا كوحيقة طبنبا هاي الرؤساء الأفر تاسا وقفل لبضل لحدة كلا كسو حكتو كالردوان إيه ومالك إيه وحملة العرش إيه والكروبيين ردوان أو يعني جنة فريها دا يخازن الجنة مالك أو خازن النار حملة العرش حملة العرش يقول اللي يلاده كو كروبيين تا ملائكة ليدان كروبيين وهم الحافون به كو عرشيك كو وريكسن واي سمو بذلك كروبيين بالاوما قعابي لأنهم وحي مركز تا كجران دعو اي الهي بريايان بالرفع ما نزل بالأمة من الكروبي كربادة امدة كود عيسو ان الهي كاكريال بي مركز تا الهي بريا نعمة تاريه كروبيين باليدان ثم صلحاء هذه الأمة امدة ان انت يدي ووناسنين صلحاء ذايد باكو عكت كصحابتي والتابعين والشهداء ثم عوام الملائكة ملائكة قوى الرؤساء أمركي لقرر إنتو ذكرا كحيقو وهم غير رؤسائهم وأفضل الصلحاء صلحاء ذا وحأوفل لبدن تدك صلحاء ذا أمدا أبو بكر بأوفل لبدن ثم عمر بأكحيقو ثم عثمان ثم علي ثم ستة الباقون يعني لحدة صهرة من العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل غزوة بدر بأكحيقو ثم أهل غزوة أحد بأكحيقو أي قدوة أحد أهل كذي بكوحه ثم أهل بيعة رضوان بكوحه ثم بقية الصحابة أصحابته أنتوا ذيك ثم التابعون وأفضلهم تابعين توه أفضل بين أويس القرني منك اللي هذا خير التابعين أويس القرني أبو النبي عليه الصلاة والسلام تابعين توه أخير بين منك اللي أويس القرني أيه مرحبا له والدة أي النبي قتل مامة هو يا أيه لا يه أدري هذا وحوجه هو يد الأشياء أمكلي أبيه من نال المبله حاف ملك له والدة هو يوليها باري ويهي وي به برس برس باكو دعي وجيرك دنبا عدالي وكبك سوري برسكي إلا موضع درهم انت هذا الشرين لسارة بس وما كعك هذه آد أراك تكدو عيسى يكوي لسي العمر نبي عليه الصلاة والسلام كدو عيسى يكوي ويس القرني ويس بن عامر القرني أحد النصاكي كو يعني عبادة بدنا العباد المقدمين تذكي عبادة بدنا يعني هرهيب وكملها من سادات التابعين وي. أصله من اليمن يمن بكسو جيري يسكن غفار يوري مال أي ديجري وأدرك حياة النبي وهلالة صلى الله عليه وسلم ولم يره لكن النبي موسى أركن موسى أركن واي. مرحبا وددك يعني وقت النبي الجوغي وأن أركن بالي لا تابعين وي. تابعي زبن كي النبي الجوغي بالي لا دابي مرحبا نجاشي نكي لديه جري أطحما بغر نجاشي إيه ويسو القرن إيه ساسا اللي إذا داوي يمن كاسا كملا فوفد على عمر بن خضاب أسوه في ديو مدينة أويم ثم سكن الكوفة كوفو مركز دمرلوك عراق بجوغي وشهيد وقعة صفين بكع كقيم قلوي مع علي مركز العالي معاوية اسكو دعان غزواج صفين بكجري لنع علي بن كسو جيد ويرجح الكثيرون كواب يعني علماء بلن كود وحي بالرجاح أنه قتل فيها إنه صفعة يعني وقعة الصفين بو بكل دنتي ويسو القراني فكاسو كل دنتي ومع علي بن لدك علمي ساسي ليه هو اي كدبو دنتينا وقال لي له داود اي صدن يتضوض بيهيد مركز يعني وقعة الصفين اي دعي سي ثم اتباع التابعين باكوحي حق فضلي رضي الله عنهم اي اجمعين نبي المكرم لكرامي بالقرآن قرآن كاللغو كرامي اي نبي المكرم لكرامي على غيره من الرسل رسل شكله